خويا كما تتشوفوا دابا احنا بدينا اليوم اول نهار بدينا من الحجر الصحي، وحنا جالسين دابا مده 3 شهور. يعني عيطوا عنا المسؤولين البارح ديال القهوه باش نبداو، من نفس الوقت احنا فرحنا يعني هذاك الجلسه في الدار ما لايقاش كثر الانسان اللي عنده وليدات وخدام وهذا. ما جينا اليوم بدينا فتحنا توكلنا على الله. واش نقول لك، خير الخدمه ماشيه الحمد لله، ماشي بحال كي كانت، ولكن جاو الكليان ديالنا خداو القهوه بخير وعلى خير هذا، وحنا تنتمناو هادشي يتحسن ما هو احسن، هادشي اللي تنتمناو ان شاء الله يا ربي، ونتمناو الخير. يا امبورتي مزيان، ولكن ما كاين ما احسن ما تريح في الطبله ولا حلاوه القهوه هي اللي كتريح، كتاخذ الكرسي ديالك وكتريح، ماشي بحال انك تاخذ لامبورتي كتشربها في الشارع ولا كتشربها في الدار، فهمتي؟ هذا هو الفرق اللي كاين. لامبورتي مزيانه ولكن ما كاين ما احسن من تريح في القهوه. القهوه هي انك تريح فيها الحفاضه، كتريح ديال الدردشه وكتريح من الاصدقاء، هذه هي القهوه، واش فهمتي؟ ما بالنسبه لنا كديها وتاخذها ما ماشي شلي، ما عندها شي معنى بصراحه، فهمتي؟ ولكن ما الجائحه هذه يعني غادي نصبروا بعدنا ما نديروا. كما كتشوف اليوم اول نهار عندنا في الخدمه من بعد الحجر الصحي، يعني ماشي كيف ما العاده والامور الطبيعيه اللي كنا قبل شويه، يعني ضروري خصنا ناخذوا الوقايه والاحتياطات ديالنا على ودنا وعلى ولد الكليان اللي كيجيو. صراحه قاصحه شويه حيت كاينين شي كليان ما تقبلوش الفكره ديال هاد الشيء اللي طرا من بعد الحجر الصحي، كيبغيو يجيو كيبغيو يجلسوا، يعني بزاف الحوايج، يعني قضيه شويه قاصحه لا بالنسبه لنا كحنا بيرسونيل ولا بالنسبه للمول القهوه. اصلا كتشوف باقي البيرسونيل كاملين ما رجعوش لخدمتهم، يعني كيف ما موالفين كنخدموا كاينه مسؤوليه كاين بزاف د الحوايج. يعني كنتمنوا ربي يدير شي تاويل ديال الخير وترجع الامور كيف ما كانت في الاول. يعني الناس تطفلوا على المهنه وداروا كراجات، جابوا العصارات وبداو تعصروا لومبورتي في ظل هذا الحجر الصحي في ظل هاد 3 شهور، وكنظن انهم غادي يبقاو. وبالنسبه لنا حنا راهم خساره بالنسبه لنا حنا، كيفاش واحد غادي يمشي ياخذ قهوه ب5 دراهم، هذاك مول الكراج ما مخلص لا ضرائب ما عنده لا خدامه لا والو، كاين واحد تيعصر وتيعطي العباد عباد الله وما كاينش شروط السلامه الصحيه، وكيفاش غادي حنا غادي نكونوا نقارنوا راسنا به؟ وعندنا حنا لي شارج وعندنا ضرائب وعندنا بزاف الامور، ونتمنوا من السلطات المحليه انها تشوف وتاخذ بعين الاعتبار هذه المساله هذه، وتاخذ بعين الاعتبار بان راه المقاهي والمطاعم كاملين راهم تضروا، والجائحه راه ضرتنا بزاف، لان كاينين دي شارج خرجوا وحنا ما كندخلوش، طريطات، الكرا، الموضو، المانتونونس ديال الماتيريال، يعني الله المستعان.